السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. من 2003 إلى 2021 يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، ورؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم الموضوع سيكون عن تشكيل الحكومة الجديدة، مساعي حثيثة من الأحزاب الحاكمة في بغداد لتشكيل هذه الحكومة التي لغاية الآن تعجز عن إتمام تشكيلها، وطبعا في ظل المحاصصة وفي ظل التقاسمات وفي ظل الحصص التي يجب أن تحصل عليها كل جهة أو كل حزب موجود في العراق، وهو صراع مستمر منذ عام 2005، منذ أول حكومة تشكلت بعد أول انتخابات أجريت في العراق. نسب محددة تتصارع هذه الأحزاب من أجل الحصول عليها بشكل طائفي طبعا وبشكل قومي، تتوزع الحصص والمناصب بناء على توافقات كانت موجودة منذ الاحتلال ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، غير مكتوبة في الدستور بشكل صريح أو في أي نص، لكن جميع الأحزاب الطائفية الموجودة في العراق التي تنتمي إلى طوائف معينة ومذاهب معينة أو قوميات يعلمون جيدا ما هي النسب التي أقرت لهم من المحتل الأمريكي والذي تسير عليه هذه الأحزاب طيلة 19 عاما من الاحتلال. اليوم هناك دعوات خرجت من مقتدى الصدر لما يسمون أو من يسمون بالمستقلين، وجهت دعوات إلى هؤلاء المستقلين للمشاركة في جلسة البرلمان التي ستعقد يوم السبت من أجل المصادقة على اختيار رئيس الجمهورية، وبناء عليه ستشكل هذه الحكومة. هناك دعوات مقابلة من ما يعرف بالإطار التنسيقي بعدم الخوض بهذا الاتجاه، وهم لا يريدون أن يكون هناك جهة أن تكون هناك جهة واحدة كالتيار الصدري تسيطر على الحكم في العراق، بل يريدون حصة من هذه الكعكة الكبيرة. سنتحدث بعد قليل بتفاصيل عن هذا الموضوع، وأيضا خرج قبل قليل أيضا بيان من مجلس القضاء الأعلى ينفي ما اعتقده البعض أن هناك فرصة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، نفى وجود هكذا أمور لا إرادية تحدث. لا، الموضوع يجب أن يتم وفق توافقات، أيضا لا يوجد حل للبرلمان إلا وفق موافقة الغالبية العظمى من البرلمانيين النواب، أو بطلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يقر بإلغاء الحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. سنتحدث بعد قليل عن هذه الجزئية. لكن الآن حضراتكم تعلمون أن قناة الرافدين انتقلت للعمل بنظام بث جديد وهو نظام الـ HD، لذا هناك من واجه مشكلة حقيقة في غياب قناة الرافدين بنظام البث الجديد عن الرسيفر الخاص به أو جهاز الاستقبال. طبعا هو نفس التردد 10727 أفقي H استقطاب أفقي على القمر نايلسات، مثل ما يظهر أمام حضراتكم على الشاشة الآن التردد، لكن بعد التحديث يعني بعد تغير نظام البث فاختفت القناة من بعض الأجهزة،
لذا لمن يواجه مشكلة أو من لديه أحد الأشخاص أو يعرف أحد الأشخاص سأل عن التردد بإمكانه أن يعطيه التردد، أو لمن يشاهدنا الآن على البث المباشر في فيسبوك أو في الموقع الإلكتروني لقناة الرافدين أو في أي منصة أخرى إلكترونية، بإمكانه الآن أن يقوم بعملية إعادة تحميل التردد مرة أخرى على الجهاز الاستقبال الرسيفر، إدخال نفس التردد 10727 مثل ما يظهر أفقي H على القمر نايلسات، وستظهر له قناة الرافدين بشكلها الجديد، نظام البث الجديد. مشاهدينا الكرام، تحالف الفتح المنضوي ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي الراعي للأحزاب والميليشيات في العراق قال أن هناك مغريات ومناصب ووزارات تعرض على بعض النواب والكتل السياسية من أجل تغيير موقفها من الإطار التنسيقي وتمرير رئيس الجمهورية. محمود الحياني هو عضو في تحالف الفتح، قال إن المغريات التي تقدمها بعض التحالفات لبعض النواب لن تعمل على حل الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن الإطار أكد أنه يدعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن اسم المرشح الذي سيقدمه. طبعا يأتي هذا التصريح في إطار الصراعات السياسية. المختصر مشاهدينا الكرام لكل هذا الحديث، وهي مجموعة من الأسئلة نود منكم أن تشاركوا للإجابة عليها: ما هي توقعاتكم لشكل المرحلة السياسية القادمة في ظل هذه الصراعات، في ظل المساعي من أحزاب لشراء نواب وأحزاب أخرى تغري نواب آخرين، أحزاب تحاول أن تعطي من الآن أو تبرم صفقات مستقبلية مع بعض الجهات أو الأفراد الموجودين ضمن هذه العملية السياسية للتصويت لصالحها، التصويت لجانبها. هناك صفقات تبرم، حديث تحالف الفتح وإن كان صراع سياسي لكنه يأتي ضمن حقيقة موجودة، وهي عملية شراء الذمم والمناصب وتوزيع المناصب كهدايا أو كصفقات. هذا الموضوع موجود فعلا في العراق، وهو يعني معمول به منذ سنوات طويلة. فكيف تعتقدون أو كيف تتوقعون شكل المرحلة السياسية القادمة في ظل هذه الصراعات؟ هل تتوقعون أن تسير هذه الدعوات التي أطلقها مقتدى الصدر للمستقلين بالمشاركة في قبة البرلمان والتصويت لصالح اختيار رئيس الجمهورية، وبعد ذلك طبعا تتشكل الحكومة، هل تتوقعون بأن هذا الموضوع سيمر بشكل سلس، أم الإطار التنسيقي الذي يضم نور المالكي وهادي العامري والخزعلي وكل زعماء الأحزاب والميليشيات الموجودة في العراق أو أغلب، يعني هل تتوقعون بأنهم سيقفون مكتوفي الأيدي دون تحرك من أجل إبطال هذه المحاولة التي تنتزع منهم جزء كبير من السلطة التي حصلوا عليها بالسنوات الماضية وتذهب بالمقابل إلى مقتدى الصدر وتياره؟ أيضا السؤال الأهم حقيقة في هذه النقطة، وهو موضوع المستقلين، هل هناك مستقلين فعلا في العراق؟ الجهات التي دخلت ضمن ما يعرف باسم المستقلين الأفراد، هل يستطيعون عمل شيء أو يغيروا شيء في هذه الحكومة إن كانوا فعلا مستقلين؟ وهل تتوقعون أصلا أن يوجد مستقل في العراق قادر على الإدلاء بصوته وأن يكون مغيرا داخل قبة البرلمان، أم أنه سيكون تحصيل حاصل ومجرد كمالة عدد يحتاجونه وقت الأزمات لسد الثغرات وبعدها تنتفي الحاجة له وتسيطر الكتلة الأكبر أو الحزب الأكبر على كل القرارات، وبالتالي وجود المستقل كعدمه؟ ما هي توقعاتكم إذن؟ شاركونا مشاهدينا الكرام لإبداء رأيكم بهذا الموضوع. السيد أبو عمر من بغداد أول المتصلين معنا، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد وأستاذ المشاهدين وقناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا يا أبو عمر. يعني مثلا ليش استاذ محمد؟ تفضل. استاذ محمد، بالنسبه لتشكيل الحكومه وتغريده مقتدى الصدر اللي ورد بها بانه الاسبوع المقبل ان تشكل حكومه من قبل سلطه الاحزاب او من اي جهات اللي هم نفسهم 18 سنه اللي كل الحكومات وسببهم دمار البلد وفشل البلد
يعني ما قادرين انه يردون يحاولون الشعب العراقي يردون يحاولون يخلون الثقه ما بين الشعب ما بينهم. فهاي لا يمكن ابدا ان يكون بين هذه الاحزاب وقياداتهم اللي هم حكموا 18 سنه ما يكون الثقه بين الشعب وبيناتهم، سواء الثقه ما بينهم وبين جماعاتهم الديون اللي حكمت العراق هم من ضمنهم والمنتسبين لهم. نعم. التيار الصدري عنده مجموعه، منظمه بدر عنده مجموعه، كل هذه الاحزاب عنده مجموعاتهم هم اللي يأيدوهم، اما الشعب العراقي كل رافض رافضهم هذول القيادات وزعماء الميليشيات، لانه ما اجى من وراهم اي خير واي تقدم واي انجاز واي عمل يرضي به الشعب العراقي. هم هسه بهذا الوضع اللي يعني احنا بنمر به خلال حكمهم ويعني اجتماعاتهم ما قدروا ينزلون الدولار وما يقدرون انه يسيطرون على المواد الدفاع الغذائيه اللي صارت عندنا. فكيف يحققون يعني بلد وطني ولاهم لوطنهم، متطلبات الشعب، محاسبه قتله المظاهرين، يعني اكو امور عندنا هوايه، يعني العفو العام اللي يفصل عن السجناء الابرياء، محاسبه سيد ابو عمر. هاي كلها طلبات، هاي كلها طلبات العراقيين يطالبون بها يوميا، لكن المسببين لهذه الأزمات هم الأحزاب، هي نفس الأحزاب التي اليوم تسعى لتشكيل حكومة جديدة، حكومة يتوقعها كثير من العراقيين أنها ستكون فاسدة كسابقاتها، لأنه اللي يقومون بعملية تشكيل الحكومة هي نفس الأحزاب المتهمة بسرقة المال العام، بقتل المتظاهرين، بملء السجون بالمعتقلين الأبرياء وغيرها ملفات كبيرة. أنا بس عندي يعني أسأل حضرتك بشأن موضوع الحكومة الجديدة. مقتدى الصدر يسعى إلى التفرد بالسلطة، وطبعا الجميع يعلم ويشاهد اليوم حاكم الزاملي فجأة أصبح رجل الشاشة في الفترة الحالية، يوميا طالع، هو نائب رئيس البرلمان لكن يوميا طالع على الوسائل الإعلام يصرح ويطالب ويعطي قرارات وأوامر. اختفى محمد الحلبوسي. النقطة الثانية بأنه مقتدى الصدر الآن يدعو المستقلين، خليهم بين قوسين، إلى المشاركة لدعمه باختيار رئيس الجمهورية. تتوقع بأنه الاتجاه سيكون لصالح الصدر بموضوع تشكيل الحكومة أم جماعة إيران، هو طبعا مو بعيد عن إيران لكن بقية جماعة إيران حيكون لهم دور مختلف أو رأي مختلف بهذا الموضوع؟ استاذ محمد، بالنسبه الى يعني مقتدى الصدر او ايران حلفائها، يعني هذول عندهم الامور اللي ما تصير اذا مو موافقه ايران وامر ايران على مقتدى الصدر، يعني موافقتهم هم لازم ان يشكل الحكومه ورئيس وزراء الا موافقتهم. اما التيار الصدر استاذ محمد، يعني مع احتراماتي للشعب العراقي، الشعب العراقي كلهم مقاومه اصلا، يعني ناس يعني ما منهم اي ولاء، ما منهم اي وطنيه، فكيف تشكل يعني رئيس وزراء او ناس مستقلين من قبل سلطه هذه الاحزاب؟ وهم نعرفهم احنا كمواطنين عراقيين، نعرف هاي سلطه الاحزاب، ناس دمرت الشعب، ناس سرقت الشعب في 18 سنه، فتتوقع من انسان فاسد يدعي بالاصلاح سوف ياتي بناس جدد مستقلين وينظمون حكم البلد واداره البلد وهيبه البلد وقيمه البلد ويعني تقدم العراق يعني من حيث ما كان، كيف يتقدم العراق يعني بوجود هذول الفاسدين؟ كيف يصبح رئيس وزراء يقدر يحكم بوجودهم هذول؟ ما يقدر، راح يسوي شيء، ما زال هاي الطبقه العمليه السياسيه تحكم البلد، فرئيس الوزراء نقول المقتدى صدر جميع الموجودين بالبرلمان فاشل. ليش فاشل يكون؟ لانه ما يقدر يدير رئاسه الوزراء يعني بشخصيته بقيمته بمكانته، يعني الاوامر اللي تجي من قياداتهم ومن الجهاز، فما راح يقدر يخلق شيء جديد وما راح يقدر يبني شيء جديد للعراقيين طالما وجود هذه الاحزاب الا تغيير هاي الاحزاب ضلهم من العمليه السياسيه. البرلمان والنظام والقيادات اللي موجوده كل هذول يرحلون يلا موافقه الشعب العراقي بانه تشكيل حكومه جديده مستقله غير هذول الاحزاب. شكرا يا ابو عمر، اشكر حضرتك وصلت الفكره. الحديث عن التفرد بالسلطه جاء من قبل الاطار التنسيقي
الذي طبعا الممثل للميليشيات، الذي شدد على ضرورة عدم التفرد بالقرار السياسي من طرف واحد، وهو طبعا واضح الموضوع يشير إلى التيار الصدري مقتدى الصدر. مصادر صحفية كشفت أن الاجتماع الذي عقد بمنزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم جاء لحلحلة الخلافات السياسية والتوصل إلى اتفاق من أجل تمرير منصب رئيس الجمهورية. طبعا يعني تيار الحكمة حذر من فوضى سياسية والذهاب لانتخابات مبكرة. مجلس القضاء الأعلى اليوم خرج ببيان وحديث عن الانتخابات المبكرة وحل البرلمان. كان يتوقع البعض بأنه هناك مدة معينة إن لم يتم اختيار أو التصويت لصالح رئيس الجمهورية يحل البرلمان بشكل أوتوماتيك وتذهب الحكومة حكومة تسيير الأعمال إلى الانتخابات المبكرة، لكن هذا الموضوع بحسب مجلس القضاء الأعلى لا يوجد أصلا في العراق. التالي هو الذي سيحدث في حال لو قرروا أن يتوجهوا إلى حل البرلمان. هناك مادة في الدستور هي مادة 64، هذه المادة فيها نقطتين بشأن حل البرلمان في حال لم يتم اختيار رئيس جمهورية في الجلسة أو في أي جلسة من جلسات البرلمان، أن يطلب ثلث أعضاء البرلمان يطلب من رئيس البرلمان بالتصويت على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. فيدعو رئيس البرلمان إلى انعقاد جلسة ويتم بموجبها التصويت، يتم الأخذ بالغالبية العظمى. إن تحقق هذا الموضوع يحل البرلمان وينتقلون إلى انتخابات مبكرة. النقطة الثانية من هذا القانون هي أن يذهب رئيس الوزراء بطلب إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. السؤال هو هل ستوافق هذه الأحزاب أولا بطرح هذا الموضوع؟ الصدر من ضمن هذا السؤال، هل سترضى هذه الأحزاب بأن تدخل بموضوع حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أو إجراء انتخابات مرة أخرى وتعطيل الحكومة الحالية اللي هي في طور التشكيل وحلها والبدء من جديد؟ هل سترضى هذه الأحزاب بهذه النقطة؟ هل لديها القدرة والقابلية والرغبة أصلا بالمضي بهذا الموضوع؟ ثم أيضا كيف لمن صاغوا هذا الدستور أن لا يضعوا فقرة تجبر هذه الأحزاب على الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم تعطيل أعمال الدولة؟ لا موازنة مقررة بسبب عدم تشكيل حكومة، وكثير من المشاريع وكثير من الأمور متوقفة، القرارات متوقفة، لا توجد حقيقة مشاريع، القرارات متوقفة آخرها حقيقة. يعني الموضوع هو إنساني، لكن هي حالة أصابت أحد العراقيين، طفل مريض سعى إلى الحصول على دعم حكومي، جاءه الجواب بأن انتظر تشكيل الحكومة وبعد ذلك، أو انتظر إقرار الموازنة وبعد ذلك سننظر في قضية ابنك المريض. إذن حياة كاملة معطلة في العراق بسبب عدم إقرار حكومة وعدم تشكيل حكومة، فكيف ستشكل هذه الحكومة في ظل هذه الصراعات؟ معنا اتصال السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنت شو منتظرين من هاي الحكومات يعني متعاقبة من 2003 ولحد الآن؟ شنو اللي منتظرين من عندهم؟ هاي على ظل ترجعهم؟ عمي ماكو حكومة، ماكو حكومة فاشلة بيد الأحزاب. هسه الأحزاب هي مسيطرة أستاذ محمد. عصابات بيناتهم، مافيات. جاي يشتغلون على الغنائم مالتهم، اما يفكرون بالشعب. نعم. ما العيب بالشعب يا استاذ محمد، واحنا احنا كم مره حكينا امتي ترى مرتش يا شباب، كافي عاد نايم. كافي كافي، وين اللي يوصلونا بعد استاذ محمد؟ نعم. اجد من اللي صار بينا هسه. نعم. وعمي بالشعب راح انتهى، كافي يا حكومه. وانتو بتظنين ان الصدر، يا صدر عمي يا صدير يا غيره، كلهم ذول احزاب فاشله، كلها مؤامره. ابو عراق، سالت قبل شويه، تتوقع هاي الاحزاب اللي الان موضوع حل البرلمان بايدها، الحكومه الحاليه والاحزاب بايدها، هل تتوقع بان هذه الاحزاب
ستتجه إلى موضوع حل البرلمان وإجراء انتخابات مرة أخرى أو إعادة إجراء الانتخابات، أم أنهم خلاص اكتفوا بالفضيحة أنه 85% من الشعب قاطعهم ما يريدون يكررون هذا الموضوع وحيسعون بالمضي بتشكيل الحكومة مهما كان شكلها؟ أي من التوقعات تتوقع؟ أستاذ محمد، أنا توقعي بيد الأحزاب، لا تقول لك حكومة. الأحزاب هي مسيطرة هسه على العراق كليته، بيدها كل شيء. إذا ما نخلص من الأحزاب هاي الله وكيلك العراق إلى أسوأ بعد. وأنت أنتوا لاحظتوا من 2003 ولحد الآن شو اللي تغير بالعراق؟ بس القتل، التسليب، السرقات، المافيات مشتغلة يا عمي. عمي والمخدرات هاي، كان العراق حتى ما يقدر يجيب طاريها اسمها يا أستاذ محمد. هسه تعال على التحاطم الشوارع عمي، الله يخليك. إذا ما نخلص أستاذ محمد، خلي اسمع للشعب العراقي كليته، إذا ما نخلص من هاي الأحزاب ومن هاي الحكومة فأقرأ على العراق السلام. أنا أشكرك. شكرا يا أبو عراق من الفلوجة. زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمسكار. حياك الله زيد، كل الهلا، تفضل. عمر الله سلم. الله يبارك. بس الموضوع ما فهمت يعني زيد، احنا اليوم نتكلم عن الحكومة الجديدة، هاي الأحزاب دا تريد تشكل حكومة لكن هناك صراعات تمنعها من إتمام هذا الموضوع. مقتدى الصدر يدعو المستقلين إلى المشاركة بجلسة البرلمان القادمة من أجل اختيار رئيس الجمهورية. الإطار التنسيقي يقولون لا، إحنا ما نريد يتم الموضوع بهذا الشكل لأن هذا حيخلي أكو تفرد بالسلطة وإحنا ما نريد السلطة تروح من إيدنا. أنت المواطن العراقي اليوم تتباوع على هذا الوضع السياسي التعيس، شنو تعليقك على اللي دي يحصل من مماطلة بعدم تشكيل حكومة؟ الانتخابات صار لها شقد من انتهت من شهر 10 السنة اللي فاتت إلى الآن ماكو حكومة جديدة. إلى متى يستمر العراق ضايع بهذه الطريقة؟ والله إلى الأبد. لا يا أحمد، ماكو حل، ماكو حل. نعم أي والله. شلون يمكن أن نعم شلون يمكن أن تنهى هاي المشاكل؟ يعني اليوم هسه مثلا عندك أبو عمر من بغداد وأبو عراق من الفلوجة يقول لك لابد من التغيير، أنت إيش تتوقع أو شنو رأيك بهذا الموضوع؟ والله أنا رأيي مع حكومة الأغلبية، مع السيد. أنت رأيك مع السيد؟ طيب. أي والله. حكومة الأغلبية. من التجارب. طيب. حكومة. من التوافقية، التوافقية من 2003 لحد الآن ما سويتش. هاي اللي وهاي اللي في ديش. هذا إذنها براس واحد. وتطلع من عندها. شوف شو سووا خلال هاي الأربع سنوات. تدري أو سيد زيد، مقتدى الصدر طلع بلقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية وقال بأنه بدوني لم تشكل حكومة في العراق من 2005 إلا بموافقتي تشكلت كل الحكومات. يعني أنه مقتدى الصدر بعظمة لسانه قال بأنه كل حكومة تشكلت من 2005 بفسادها، بالتهم اللي عليها، بالمشاكل اللي صارت، هو كان الطرف الموافق على تشكيل هذه الحكومة، حكومات المالكي، العبادي، عادل عبد المهدي، وأخيرا مصطفى الكاظمي. وطلع مقتدى الصدر غرد قال مصطفى الكاظمي اختيار صدري. يعني كل الحكومات الفاشلة اللي مرت على العراق مقتدى الصدر باعترافه قال ما تشكلت حكومة دون موافقتي. طيب هذا شلون تعطيه فرصة انه يحكم مرة اخرى؟ جاب مو كانت الوضعية من كان سيد مقتدى يقول هيك، يعني ما كانت أغلبية عنده، يعني كان عنده 40 أو 45 نائب، هسه من تشكل حكومة أغلبية؟ النواب من يصوتون على غلط؟ تمام. النواب يسمونها زائد نصف واحد. نعم. كلها احنا راح نصوت على مثلا قرار يفيد الشعب أو موضوع البرلمان كلها تصوت له، لأن كل أغلبية قبل هاي الكتلة تجرب صفحة وديش تجرب صفحة. نعم. وكانت دائما تطلع الحكومة تفشل. سيد زيد حتى خلنا نغير شوية بلكت
أقل حكومة، أقل حكومة شارك بها مقتدى الصدر كانت بها 54 نائب برلماني وحصل على 6 وزارات، تمام؟ وين 54 نائب؟ نعم نعم وياك. وين 220 نائب؟ صحيح صحيح وياك. الحكومة اللي فاتت، الحكومة الأخيرة، كانت من ضمن الحصص الصدرية وزارة الكهرباء ووزارة الصحة، تمام؟ حضرتك تعرف أنه العراق بكارثة بقطاع الكهرباء، الكهرباء الناس محرومين منها، تمام؟ وقطاع الصحة، أنت أكيد مواطن عراقي اليوم تذهب إلى المستشفيات وتشوف الضيم والقهر الموجود في هذه المستشفيات. نعم ماكو صحة، لا دواء، لا دعم للفقير، لا كذا، وكهرباء ماكو. كله على حساب المواطن. طيب إذا المواطن، إذا مقتدى الصدر امتلك وزارات مهمة جدا، ما محتاج أغلبية بالموضوع، الوزارة كلها بيده، وعنده 54 نائب برلماني بإمكانهم أنه يأثرون بالحكومة، واستلم وزارات هواية، مو بس الكهرباء والصحة، استلم وزارات أخرى، وعنده محافظات كاملة تحت إيده، لأن المحافظين تابعين للتيار الصدري، عندهم مخصصات مالية، امتيازات وغيرها. ليش ما قدم شيء على الأقل الأماكن اللي خدم بيها أو خدموا بيها نوابه أو وزراء؟ يعني الكهرباء ماكو كهرباء، والصحة تعيسة. أنا عرضت السنة اللي فاتت، بالشتاء اللي فات لما نزلت الأمطار على العراق، مقطع من مدينة الصدر، منبع التيار الصدري ومركز مقتدى الصدر في بغداد، مدينة الصدر، مواطن عراقي دا يريد يروح يجيب ريوق من مدينة الصدر، قدامه شارع منبلط فايض من المي، وكارثة حقيقة، كارثة، ما دا يقدر يعبر الشارع الثاني. شلون حيلزم حكومة وهو وزارات ما دبرها؟ استاذ مهم الوزراء اللي خلاهم هم فاسدين، يعني كل شيء يلزمهم يغير رسم، يلا 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 يشتغلوا. شلون اختار فاسدين للحكومه؟ هم يا شيعات تحطه من شسمه يا وزير تخليه يطلع فاسد، يعني بهاي الحاله ما عادل. يعني نائب رئيس الوزراء بهاء العرجي السابق طلع فاسد، طلع بفضيحه. إذا كل اللي يحطهم السيد مقتدى الصدر بالسابق فاسدين، شنو الضامن أنه حيجيب شرفاء؟ من اللي يقول أنه ما راح يجيب فاسدين أيضا لحكم العراق مرة ثانية لإدارات الوزارات؟ شنو الضامن إذا تجاربه جاب بيها فاسدين؟ طيب شنو الضامن أنه ما راح يجيب الفاسدين مرة ثانية؟ والله طيب ما أعرف، هي شيء خربان الوضعي. تمام، شكرا جزيلا زيد بن بغداد، أشكر حضرتك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، بغض النظر السيد زيد قد يكون يعني مناصر موالي مقتنع بفكرة، لكن الطرح يعني بعض الأسئلة التي نطرحها، ونتمنى أن مثل أخ زيد أن نكون إجابة عليها أو المشاركة بدون تعصب. الأسئلة واضحة، هذه الحكومات التي تشكلت منذ 2005 لغاية اليوم، شنو اللي حققته للشعب العراقي؟ حكومة أغلبية وطنية، حكومة توافقية، وعمار الحكيم يطلع يتكلم ويقول لا احنا شنو نريد نفهم شنو طبيعة الحكومة الأغلبية وكذا. بغض النظر عن شكل الحكومة، إن كانت أغلبية أو إن كانت توافقية، أولا الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات بنسبة فاقت 85% بحسب أياد علاوي، ضلع الأساس من أضلاع حكومات الاحتلال، وهو متواجد في كل عملية سياسية، وهو متواجد في كل انتخابات، ويعرف ماذا يحدث داخل أروقة الحكومة أو الحكومات التي تشكلت. قال بأنه 85% من الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات. طيب إذا كانت انتخابات مقاطعة بالأغلبية العظمى من الشعب العراقي، فكيف ستشكل حكومة أغلبية؟ هذه الحكومة حتمثل منه بالضبط؟ تمثل فئة الـ 15% اللي هي متقسمة على هذه الأحزاب؟ أين الأغلبية بالموضوع؟ أو إذا كانت توافقية، شنو اللي راح يختلف بشكل الحكومات اللي الحكومة اللي راح تتشكل عن الحكومات السابقة؟ النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنقالي قال إن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة سيكون خلال الأسبوعين المقبلين،
وإن لم يحسم منصب رئيس الجمهورية فلن يكون هناك حل آخر إلا بحل مجلس النواب. طبعا كما قلنا بقضية حل مجلس النواب الموضوع خارج عن إرادة أو خارج عن فكرة الحل بشكل أوتوماتيك. لا، الموضوع يجب أن يكون بحضور النواب، ثلث البرلمانيين يطالبون بحل البرلمان، ثم بعد ذلك تعقد جلسة للتصويت على حل البرلمان، ثم توافق الغالبية العظمى على حل البرلمان، ثم بعد ذلك يحل وتعاد إجراء الانتخابات مرة أخرى. كيف ستتحقق هذه الشروط في ظل التوافقية المحاصصة الحزبية، تقاسم المناصب والنفوذ والقرارات بين هذه الأحزاب؟ كيف يمكن أن يحل البرلمان بهذه الطريقة؟ معنا اتصال. السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للأغلبية والتوافقية هذه مثل البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. أي. هم نفس المخبط جاي يعني يمشون عليه ويسرون عليه. نعم. لكن هذا ظهر على عقول الناس. وإلا الأغلبية يعني لما الشخص راح يتفق ويا الجهات يعني حتما مغانم ومكاسب. نعم. وإلا يعني شفت السنة أغلبية شنو أغلبية؟ يعني أغلبية هالمسميات هذه إحنا نعرف كل زيادة بينا، هم يضيفون هذه المسميات حتى يغطون على فسادهم. طيب. وأنت جاي تشوف التناحر بيناتهم والصراعات، كل هذا من أجل المغانم والمكاسب. نعم. فيهم للمواطن يعيش بارتياح ولا الوطن ينهار. فهالشيء مناصبهم ومغانمهم ذولا يعني شو مثل ما تقول زرع المحتل. نعم. فهم يعني جاي بخطة لتدمير هذا البلد، ولا جاي تشوف يعني الأمم المتحدة جاي تحذر وتنذر بأنه العراق مقبل على كوارث. نعم. بشحة المياه وغيرها من الأمور. لكنه ما حد منتبه للبلد. سيد يعني عبد الرزاق، احنا يعني انا مو قانوني وحضرتك ما اعرف اذا انت يعني متعمق بالشان القانوني. لا، متابع استاذ. طيب. محمد تفضل. الدستور الموضوع حاليا بمادة تمنع حل البرلمان بشكل لا ارادي الا بطريقتين انا ذكرتهن قبل شويه، يا اما بمطالبه اغلب اعضاء البرلمان، يا اما بطلب من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهوريه. اللي حطوا الدستور واللي وافقوا عليه واللي اليوم دي يحكمون العراق، موضوع عدم وضع مادة بالدستور تجبر هذه الأحزاب على تشكيل حكومة ضمن مدة زمنية، ليش ما حد استخدم هذه الطريقة أو وضع هذا القانون؟ ليش تركوا الحكومة تعلق إلى أجل غير مسمى، أنه هي ظل ما موجودة غير مشكلة إلا بالتوافقات؟ ليش ما تم الموضوع بإجبار الأحزاب بمدة زمنية وإلا تعاد الانتخابات مرة ثانية ويحل البرلمان؟ يعني مجلس القضاء الأعلى اليوم واضح يقول لك ماكو طريقة ثالثة غير هالطريقتين، يا توافق برلماني وتصويت بالأغلبية، يا رئيس الوزراء يوعز إلى رئيس الجمهورية، وانت بالحالتين ما عندك مستقل يتخذ قرار وحده. إذن حيظل وضع العراق بلا موازنة، أعمال الناس معلقة، العقود مع عقود وغيرها معلقة، أوضاع العراقيين معلقة بسبب عدم وجود حكومة رسمية، حكومة تتشكل فاسدة موجودة لكن تتشكل. اليوم العراقي حتى يفتهم، حتى يقول هذا الحرامي اللي يجي يحكمنا اليوم، ليش احنا نظل معلقين بهذه الطريقة؟ العراقيين ينتظرون وضع حكومة جديدة أو شكل حكومة جديدة. يعني برأيك الموضوع، موضوع الدستور، من اللي أو برأيك أنت شنو توقعك بشأن المرحلة الجديدة إذا عدنا دستور بهذه الطريقة مليء بالثغرات والعورات، وحكومات أو أحزاب تتلاعب بالقوانين بكيفها وتضيع مصير شعب كامل بمزاجها، متى ما حبت توافقت شكلت حكومة؟ أستاذ محمد، بالنسبة للدستور، مادة دستورية، أول الدستور بصورة عامة
يعني هذا الخلاف اللي وضعته للمحكمة يعني هذا دليل واضح صريح بأنه الدستور هو غير شرعي وغير أمين وموضوع من قبل المحتل، وإلا هذا الدستور هو ملغم ومفخخ. وإلا ما أدري يعني ما تقدرون يعني تقدرون توصل النتيجة. هذا الدستور مالتهم هو اللي وضع المحتل حتى على مود يكون على الصراعات اللي مستفاد من هذا الصراعات والانقسامات اللي بين الأحزاب. هو المحتل حتى يخليهم بدوامة من الصراعات وهو اللي ينهب الخيرات البلد. وإلا هي واضحة لما ما يتفقون على رئيس الجمهورية ينحل البرلمان، لكنه اليوم أنا قرأت على أحد القنوات بأنه البرلمان يقول ما يحق لأي جهة أن تحل البرلمان. يعني القضاء أنا جاي أشوف الموقف مالته للأسف الشديد يعني مع الأحزاب مع الكتل ضد الشعب العراقي. وإلا تعالى يعني القسامات والصراعات اللي بيناتهم يعني على السلك المعطل أو تشكيل الحكومة، هذه إحنا يا أخي والله العلي العظيم لا يعني ما عندنا رغبة نشوف وجوههم، لكنه تعال حقوق الناس يعني تعال مصير الناس يعني على الموازنة، يعني وين شارع المعطلة وإحنا باقين ننتظر والله مقتدى اتفاق ويا المالك وأنا يعني دول ما يهموني، لكنه اللي يهمه هو مصير الناس اللي تنتظر الموازنة والمشاريع اللي تخدم المواطن. وهذه الصراعات كما قلت لك كان الدستور مو بخدمة الشعب العراقي. أنا يجب أن يغير هذا الدستور حتى يعني المواطن العراقي يعرف مصيره وين. يعني احنا هسه جاي نصير للمجهول، ما نعرف مستقبلنا شنو بظل هذا الدستور المفخخ من قبل الاحزاب. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكر حضرتك. ويانا السيد كيان من بغداد، تفضل يا كيان حياك الله. السيد كيان من بغداد، كيان من بغداد موجود؟ موجود بس مدى اسمعك يا كيان. سيد كيان مدى اسمع صوته؟ صوت ما موجود. أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية يا سيد كيان من بغداد. عندنا رسالة من أبو زين العابدين من البصرة يقول: السلام عليكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل إيران بنظامها الحالي دولة مسلمة أم مجرمة؟ وهل سلم الناس من أيديهم وألسنتهم؟ سؤال يطرح من مواطن عراقي. معنا سيد كيان يعاود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا كيان. ألو. حياك الله. ألو. أسمعك يا كيان، تفضل. ألو كان محمد. ألو. أسمعك تفضل. ألو كيان. ألو محمد. وياك أسمعك. ألو. عندنا مشكلة بالاتصال ويا سيد كيان، أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية. المرة الأولى ما سمعتك، المرة الجاية هسه الثانية ما سمعتني أنت. أن نشوف المشكلة. أحمد من مصر يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، ما يسمى الحكومة التي تحكم العراق؟ فاسدون منذ احتلال البلد. يجيبوا عمالة أجنبية عددهم 35 ألف عامل يعملون بشركات البترول، وأبناء البلد نايمين على الرصيف. أحمد من مصر، شكرا جزيلا يا أحمد، مواطن عربي يعلم حقيقة الأمر في العراق، والحكومة ما تعلم. اللي عندها الجهاز الإحصاء الأخبار المعلومات اللي المفروض هي تعرف الشاردة والواردة في هذا البلد، مواطن عربي وليس انتقاص منا، بالعكس بارك الله بي، لكن أقصد مواطن عربي بسيط يعلم أن هناك عمالة أجنبية في العراق أخذت وظيفة ابن البلد، وابن البلد قاعد على الرصيف، والحكومة اللي هي من المفترض أن توفر لهذا المواطن فرصة العمل والحياة الكريمة تارك العراقي ابن البلد على الرصيف.
كيان من بغداد مرة ثالثة يعاود الاتصال. تفضل يا كيان، حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، الجماعة قاعد يتحركون التحركات حزبية وتحركات محاصصتية وتحركات باطلة، الذبح العراقيين الباقين، العراقيين الفقراء الشرفاء. يعني هم هسه من يلاحظون الشعب منتهي، الشعب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هسه هذا حاكم الزاملي لمن تابع، حنكون واقعيين، حاكم الزاملي تابع سيد مختار الصدر. يعني ما يقول له يابا تعال انت ايش جاي تسوي؟ جاي تحرك يابا، الناس خطيه، بطل الزيت ب 4000، الناس ماكو لا شغل لا عمل، يتامى، فقراء، ارامل، جوع، حزام اخضر ماكو ما شاء الله، عواصف، وحتى مطر ماكو بسببكم، والله بسببكم ماكو مطر، ما ينزل مطر. يعني ما يفكر لو بس ملتهي والله يضرب ركعه، سمع الله لمن حمده، هو سمع الله لمن حمده بهذا الوضع، سمع الله لمن حمده. من يمسح دمعه اليتيم، من يمسح على راس اليتيم، من يساعد الفقير، من يشبع جوعان، من يكسع عريان، من يرجع مهجر او نازح الى بيته معزز مكرم، من ينزل بالشارع يلامس الناس، من يشوف التربيه التعليم المنتهي، من يشوف الزراعه المنتهيه، من يشوف الصناعه المنتهيه، من يشوف الحياه الواقفه، من يشوف الشباب الجاي تنتحر ديش، من يشوف الخريج بكالوريوس، الله اكبر الله اكبر، بكالوريوس مع احترامات الكلمه هنا يبيع جقاير جوا الجسر مال جمهوري، موجود موجود هذا حي نرزق، موجود اداره واقتصاد، اداره واقتصاد، يشتغل مع احترامات الكلمه هنا، يشتغل بالصرف الصحي. لا لا انا ليش هيك عمي؟ عمي يا سيد مقتدى، يا سيد عمار، انتم ساده وجو احنا ساده، ولابسين عمايم سود، ليش تدخلون ويا الفاسدين؟ ليش تدمرون الشعب؟ يا بنتم انتم مو عليكم شبهات، انتم عليكم واقع حال، صار واقع حال عليكم 100%. انتم نصيحه لله بالله، نصيحه لله بالله، راجعوا انفسكم، شوفوا ارواحكم، شوفوا الشعب العراقي، انتم عندكم امهات، عندكم اخوات، عندكم اخوان، عندكم اعمام، شوفوا اهلكم، مش هم يشوفون اهلكم، اهلك ينام مرتاح وانت تشي، شوفوا خلي العراقي ينام مرتاح، ليش هذا عراق، هذا بلد، شنو اللي منعهم هاي الخيرات 19 سنه من انه يعيشون المواطن العراقي براحه، وهم صار عندهم النواب والوزراء وكل المسؤولين او محافظين صاروا تحت امرتهم، شنو اللي منعهم؟ انا خدمك، اللي منعهم حب الدنيا ونكران الاخره. حب الدنيا، شوف استاذ محمد، ارجوك لا تقطع اتصالي، ارجوك. لا وياك والله، تفضل. حب الدنيا، شوف مرات يظهر من ظهر العالم طيب، ويظهر من ظهر العالم فاسد. تمام؟ نعم. حب يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، هاي من تي من عته. هذول غراهم حب الدنيا، يعني هسه احنا مثل ما نقول عمار الحكيم، ارجوك لا تقطع اتصال، عمار الحكيم غرته جامعه بغداد، غرته الجادريه، مدرسه كوميت، كراده خارف، صار لها 70 سنه، يقول مات جدي. هاي منين جدتك؟ الله يرحم جدك رجال نظيف وطاهر ما له دخل. انت يا سيد مقتدى غرتك الدكسارات، غرتك التاهو، هاي التاهو، انت صاعد اللي ورا ترفرف فيك يا عراق يا شو اسمه. طيب سيد كيان، انا بس للوقت الضيق بس اريد اسالك سؤال. قبل شويه تحدثت ويا الاخ زيد من بغداد، له كل التحيه والاحترام. رجل هو يبدو مناصر لمقتدى الصدر، لكن الرجل واضح وصريح وغير منافق حقيقه، وما استقتل بالدفاع عن مقتدى الصدر، لا كان طرحه منطقي واستقبل الرد بشكل طبيعي. سألته سؤال، قلت له شنو الضامن انه مقتدى الصدر اللي يقول البعض بانه هو مو ذنبه الحطهم بالمناصب طلعوا فاسدين، شنو الضامن انه هو ما راح يخلي بالمناصب بالحكومه الجديده ايضا فاسدين؟ اذا هو شخص غير مؤهل،
لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ليش ما يتركها؟ ليش متمسكين كلهم بالمناصب وكلهم جابوا الفاسدين وكلهم جابوا اللي عليهم شبهات فساد أو تهم وتأكدت مع مرور الوقت؟ طيب أنصاره ما يسألون نفسهم أنه طيلة السنوات اللي فاتت، وأنا ما أتكلم بس عن مقتدى، أنا أتكلم عن زعماء الأحزاب اللي يحكمون العراق صارت 19 سنة، أنصارهم اللي يعتقد البعض منهم أنه هذا الشخص نزيه، ما سألت نفسك أنه الخراب هذا مو إجاب سببه أو هو جزء من هذا الخراب رضى بي ووافق؟ ليش لغاية الآن أكو البعض مخدوع بهؤلاء؟ زين استاذ محمد جاوبك شيء هو لو تحب انا اجاوبك؟ هو بصراحه الرجل اعتذر ما قدر يجاوب، يعني انا اجاوبك، انا راح اجاوبك بصراحه، بس اعطيني الوقت، لا تقول لي برنامج ولا عندك دقيقه واحده دقيقه واحده الوقت. احاول اجاوبك بدقيقه. تفضل. هسه انت استاذ محمد اكو ثلاث شغلات بالحياه الانسان ما يتحملهن: شهره وسلطه ومال. هذن ثلاثة تنجتمعن بسيد مقتدى. رجال هو على قد حاله، يعني انت لا تقيس عمره ومواليد 74 48 74 انجلينا جول 48 74. طيب بس مقارنة الطير بطيارته وعلى فلوسه وعلى حسابه الخاصة تفتر الدول على الفقراء وتجي للأخير وزارة العراق ثلاث مرات، هو قاعد بالحنانة ما زال لا نازح لا يتيم لا فقير. هاي وحدة. هو شنو فيلمه؟ هو انت هو وين دارس بهارفورد؟ وين دارس؟ وين دارس؟ اعطيني شنو بحوثه؟ شنو بحوثه؟ شنو منتجاته؟ شنو منجزاته؟ اعطيني فد منجز عليه، فشي واصل له، هو فشي واصل له مقدمه للشعب العراقي. يابا خل نحكي، نقول يابا هذا بنا وما ممنوع واحد يحكي عليه بعد. اعطيني قدم لنا الذبح، القتل، الموت، الطائفيه جتنا ما شاء الله تفجر. او ارجوك لا تقطع هاي حتى لو اجي من وقت البرنامج، كلمه مهمه. مهمة. يعني احنا تفجروا الامامين العسكريين سلام الله عليهم، تفجر طابوق ما تفجر محصوم. من فجرن طابوقات المحصومين نزلوا من قائمة المحصومين، لا ما نزلوا ماتوا بسببها مليونين شخص. ليش ليش عمي ليش؟ طيب. قتل وذبح وسلب. سيد كيان انا اعتذر، الوقت انتهى. جدا اسف، شكرا جزيلا لحضرتك سيد كيان من بغداد. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.